السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. براد عناوين الصحف السودانية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء 7 ابريل 2020، مستهلة بصحيفة السوداني. الصحة: فقدنا التواصل مع 40 من العائدين للبلاد. المالية: تقترح رفع الدعم عن الوقود إحفاء ضريبي لثلاثة أشهر. الحرية والتغيير: الحديث عن اتصالات مع قوش للوصول للقيادة غير صحيح. المالية تسلم 51 من موظفيها خطابات إنهاء خدماتهم. الصيحة: وزارة الصناعة حنفكك ما فيها الدقيق. ارتفاع الاشتباه بكورونا ل189 حالة. إحالة ملفات مسؤولين بالنظام المخلوع إلى المحكمة. إلزام المواصلات العامة بالكرت الذكي. إيقاف 51 موظفا بالمالية. المواكب: مؤتمر تنظيم الهيكل التحالف الحرية والتغيير. التعليم العالي: لا نمتلك إحصائيات كاملة للخريجين. مستور: اتجاه لتوسعة التحالف ليضم كل قوى الثورة. رغم التحذيرات من كورونا، مواكب لإحياء ذكرى أبريل. انطلاق عمليات حصاد القمح بالنيل الأبيض وسط توقعات بإنتاجية عالية. الانتباه: 189 حالة اشتباه في كورونا. المالية: مشكلة في النقد الأجنبي وراء أزمة الوقود. مدينة: سنخدع أصحاب محابس طبقوا تسعيرة مخالفة لمحاكمات. قيادية بتجمع المهنيين للانتباه: حكومة الثورة ليست غدر المسؤولية. حكايات: حصر الأسر الفقيرة ترقبا لحظر التجوال الشامل. الري: الجيش يسيطر على مركز معلومات الوزارة. حالتي اشتباه بكورونا في ولاية الجزيرة. الاتحاد الأفريقي يدعو إلى رفع العقوبات عن السودان. التيار: الشفيق خضر. الاستجابة للقوم للسودان أثبتت أن جذور الثورة ممتدة. العدل: اكتملت التسوية لشطب دعوة كل. كورونا تجبر السوداني للاحتفال بذكرى 6 أبريل عبر الأسافير. مسؤول بالصناعة: وكلاء جنوا أرباحا مليارية من الدقيق. شكرا لحسن المتابعة.